الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نأخذ مسألة واحدة من المغني ويكون الله قد يعني أحسن إلينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أما الجمعة والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وهنا أجمعوا على ذلك، مع أن أحمد مذهبه أنها لا يصلى خلف المبتدع ولا خلف الفاسق. فأما الجمعة والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، مع أنه يكفر من قال القرآن مخلوق، وكذلك العلماء الذين في عصره. وقد روينا أن رجلا جاء محمد بن النضر فقال له: إن لي جيرانا من أهل الأهواء لا يشهدون الجمعة. قال: حسبك، ما تقول في من يرد على أبي بكر وعمر؟ قال: رجل سوء. قال: فإن رد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكفر. قال: فإن رد على العلي الأعلى؟ ثم غشي عليه، ثم أفاق فقال: ردوا عليه والذي لا إله إلا هو، فإنه قال: يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهو يعلم أن بني العباس سيسالونها، ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة. وهذا الحق، أنا الدليل في ذلك أنها، كنت أعلم أنك ستقول ذلك يا دكتور مدحت، كنت أعلم هذا. بلى والحق معك، قلت لك قبل ذلك والحق معك، أنا لا أعارض، لكن يمنعني ما يمنعني ويجرني ما يجرني لأمر أمام عيني ما أستطيع، ما أنام إلا وهو أمام عيني، ما أنام وما أستيقظ إلا وهو أمام عيني. فقط هذا عذري، ولعل الله يقبل عذري أنني خالفت في هذا، يغفر الله لي. فالصلاة من شعائر الإسلام، بل هي من أعظم شعائر الإسلام، لذلك إقامتها واجبة. لما جاء الخوارج أصحاب الفكر المنقلب العطب في فكرهم عظيم جدا، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. فالخوارج لما حاصروا عثمان بن عفان وقالوا له: إن الذي يصلي بالناس إمام فتنة، نحن في فتنة. قال: يا بني دعك من ذلك، الصلاة أعظم شعائر الدين، فصلها خلف كل أحد. فلذلك قالت أن الصلاة هي من أعظم شعائر الإسلام، وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. وهذا دليل بالسلب، أن المفسدة عظيمة إذا تركها واعتاد الناس على تركها. أين الشعيرة؟ لا تقام الشعيرة. ولذلك ولاة الأمور حتى لو ظلموا واجب الصلاة خلفهم، بل والجهاد معهم. إذا ثبت هذا فإنها تعاد خلف من يعاد خلفه. يعني لو رجل بدعته بدعة مكفرة يعيدها المصلي، وإذا كانت بدعته بدعة، طبعا إذا كانت مكفرة لا يصلي خلفه، إذا كانت بدعته بدعة مفسقة عند أحمد يعيدها، يصلي خلفه لتعظيم الشعائر ويعيدها، فهو يصلي وإن كان ممن تعاد الصلاة خلفه كالمبتدع بدعة مفسقة كالمعتزلة وغيرهم. قال أحمد: يعيدها، يصليها تعظيما للشعائر ويعيدها. قال أحمد: أما الجمعة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم أعاد، وروي عنه أنه قال: من أعاد فهو مبتدع، وهذا دل بعموم على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع. فالإمام أحمد يقول أنه الصلاة خلف المبتدع لا تجوز، ولو صلىها يعيد، إلا في الجمعة لأنها من أعظم شعائر الإسلام فإنه لا يعيد. لذلك قال المصنف، وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع، لأنها صلاة أمر بها فلم تجب إعادتها كسائر الصلاة. طبعا الأصل في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الاستدلال في الآية هو العموم. قال: فاسعوا إلى ذكر الله في كل الأحوال، يعني إلى الصلاة مع من يصلي عموما. فلذلك أحمد أخذ به وقال بأن صلاة الجمعة خاصة عن عموم ما يتبناه أحمد، أنه يصلي فيها خلف مبتدع وفاسق ولا يعيد. يصلي فيها خلف مبتدع وفاسق ولا يعيد. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.